تحديات وإثارة أيضا ما دار من حوار، ما دار من تنافس في ملخص قناة دبي ريسينج على أرضية هذا الميدان. الشوط الأول، الشوط الخاص بالإذاعة البكار للمحليات الأصايل، مفاوضة تنتزع الصدارة، تقطع المسافة في 9 دقائق 25 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني لحمد بن راشد بن غدير. أما شوطنا الثاني فتنطلق شان أيضا بشعار هجن العاصفة وقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، من قدم شان في ثاني أشواط هذه الأمسية مع الإذاعة البكار المهجنات الأصايل. الواثق من يتابع أيضا وقدم شان، تقطع المسافة في 9 دقائق 19 ثانية و4 أجزاء من الثانية. أما شوطنا الثالث، شوط الخاص أيضا بالإذاعة الجعدان المحليات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ، ينطلق السيرمي أيضا بناموس هذا الشوط ليهدي هجن العاصفة الانتصار الثالث أيضا في هذه الأمسية، وللمضمر حمد بن راشد بن غدير. 9 دقائق 33 ثانية بالوفاء والتمام، توقيته الزمني. شوطنا الرابع مكملا للجولة الأولى، ينطلق مصوب بعدما صوب أيضا خط النهاية وانتزع الصدارة بشعار هجن العاصفة وقيادة عمد بن راشد بن غدير. مصوب يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 40 ثانية و7 أجزاء من الثانية. هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية. أما شوطنا الخامس وبداية الجولة الثانية، في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الرائعة تأتي مناعة أيضا بناموس هذا الشوط وبداية الجولة الثانية، وهو الشوط الخاص بالإذاعة البكار المحليات الأصايل. والتوقيت الأفضل والأجمل في هذه الأمسية 9 دقائق 12 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا للهجن العاصفة والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير. أما الشوط السادس فكان الموعد حاضرا مع تويه التابع لهجن العاصفة وقيادة حمد بن راشد بن غدير. 9 دقائق 26 ثانية و5 أجزاء من الثانية. توقيت تمويه، تهانينا لهجن العاصفة والتهاني موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير. شوطنا السابع ينطلق السنيار بناموس هذا الشوط، بحيث أن بعد المسافة في اللحظات الأخيرة بهذا الشعار، شعار هجن العاصفة، بعدما تألق هذا الشعار في هذه الأمسية بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. 9 دقائق 25 ثانية، 1 جزء من الثانية هو توقيت السنيار. شوطنا الثامن يأتي لزيم أيضا، حيث أن لازم الصدارة منذ البداية وحتى خط النهاية بشعار هجن العاصفة. لزيم يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 37 ثانية و9 أجزاء من الثانية. التهاني لهجن العاصفة والتهاني موصولة أيضا لحمد بن راشد بن غدير، من أبلى البلاء الحسن في هذه الأمسية التراثية الجميلة والرائعة. شوطنا التاسع تنطلق وزن أيضا بوزنها الثقيل والمعهود دائما، وزن بشعار هجن العاصفة وقيادة حمد بن راشد بن غدير. 9 دقائق 28 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. توقيتها الزمني. وشوط الختام تنطلق الهمالة بعدما قدمت أيضا الأداء المتميز والعرض الرفيع المستوى في هذا المساء الجميل، الهمالة بشعار هجن العاصفة، حيث يحتكر هذا الشعار هذه الأمسية من أشواط التميز أشواط النخبة. الهمالة تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 26 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم مالك هجن العاصفة، والتهاني موصولة أيضا للواثق حمد بن راشد بن غدير. تهانينا للجميع والناموس. إلى هنا مشاهدينا متابعينا الكرام ناتي إلى ختام سباق هذا المساء، تقبلوا تحيات الجميع، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.